الامور حقيقيه كتسير على امور ماشي طبيعيه. كيف يعقل ان تجد خطا للهاتف ثالث كتجي الفاكتوره ديالو ب الاف دراهم 20 30 الف درهم؟ اليس هذا من الحكامه والترشيد؟ شنو درنا؟ قطعنا واش الجماعه بقى خدامه؟ بقى خدامه؟ قطعنا هواتف باق ميديتال عينا كان كيفاش غنعملوا باش نحلوا المشكل ميديتال؟ وهذه مجموعه الناس اللي جاوا انتقدوا على زوجته ميديتال، واش نحسوا ان نعسوا على الضبابة؟ نعسوا على ارقام الهواتف ما عرفش عند من كاينه ولا من يستعملوها وكيفاش غتضبط ديك العجاب وكيفاش كانت الترافيه مع ميديتال ماشي في اطار الكونفونسيون. كنا حنا كاي زبون عادي تمشي كتمشي وكتاخذ كارطه بلا ايجابيات ديال التفاوض باعتبار المؤسسه. جينا قطعنا ديك الشيء ميديتال، ياك واحد النهار صحوا كلشي كيغلط ما عرفتش انا التقطيعه والضربه فين جات، ولكن انا متاكد بان الناس اتصلوا بيا ما عندهم علاقه بالجماعه وكان عندهم هواتف. فالذي وقع كاين اللي جا كيجري كيقول لك هذا كان بيع وشري به رجع لي النمره الله يجازيك بخير. شوف كيفاش قلت له انت هاك عنده مشكل يمشي للميديتال. نتكلموا على الغازواز، نتكلموا على المكتبيات، نتكلموا على كثير من المصاري. فانا نقول لكم صراحه الترشيد الى حد المبالغه، وبعض المرات نقولوا طبعوا الوراق بالبزاق لدرجه ان فعلا بعض الاخوان بعض المرات طونر كنجريو واحد بواحد ماشي رغبه في التضييق، ولكن لان كاين هناك اكراه حقيقي خصنا نتعاونوا عليه. هذه هي الوضعيه الماليه ديال الخارج الان بالمعطيات ديال 2016 انا جد متفائل. طبعا داك الشيء اللي قالوا السيد الرئيس حقيقي، حنا من جينا في شهر تسعود مع تسعود اوائل 10 ياك ثلاثة سيمانات قالوا لنا ها المعطيات راه عطاك المعطيات الميزانيه نسبه التحسين. قلنا لا كاين مشكل، واحد 10% مقضوا عليها. ما هي نسبه التحسين الحقيقيه دابا الان ديال 2015؟ 2015 عندنا 72% من التحسين الميزاني على التقديرات، التقديرات مع التحسين الفعلي 72%. شحال هذا بالضبط؟ 122 زيد عليها 10 هي 32. حنا بنينا على هذا الشيء وكنقولوها، ومن جينا لهذا على هذا اتخذنا قرار ارادي اننا نمشيو 731 وغنحتفظوا بها وغنحققوها ان شاء الله السنه هذه المقبله، ربما نفوتوها لان كاين اجراءات غير مسبوقه تمت الان. الاثار ديالها ما غتكونش انيه، ولكن نقول لكم رقم على سبيل المثال، لاول مره في طنجه يتم الحجز او ريكيزيسيون ياك شنو الحق تحفظ على قيمه ماليه من حقوق الجماعات تجاوز 400 مليون ديال الدرهم اللي وقفنا وكنقولوا للناس هذه مستحقات ديال الجماعه، ما يمكنش تصرف هذه العقارات ديالك اذا لم تاتي الى الجماعه وتؤدي الواجبات ديالك. طبعا داك الشيء ماشي حيت عملت تسكيتي على البوطو اليوم غدا غادي يجي، ولكن هذيك فلوس ثابته اليوم ومحصله لصالح الجماعه، لانه لا يمكن ان تتم اي عمليه بيع الا اذا جاء مواطن الى الجماعه وشوف الوضعيه ديالو الان. وهذا خصو الجميع يوعى، طبعا الفرقاء السياسيين المواطنين انهم من كيخرجوا ويفتخر بانه طنجاوي وراسو عالي من كيكون في كامبو ولا من كيكون في كيجي عنده شي حته عاليه وكيهود الكورنيش، بسبب ان ديك الضوء ديك الربيع ديك الطريق الزيت ديك الجمال عنده كلفه، وهذوك الفلوس ما عندهمش شي مصدر غالي. عندنا جوج المذاقية الذاتية والمحولة كلها تأتي من المواطن، ومفروض في إطار تدبير الحكيم أن ديك الفلوس اللي كيتجمعوا يتعاودوا يتصرفوا. أنا أعدكم بشيء واحد وبه أختم، هو أن أي درهم يدخل إلى خزينة الجماعة سنحرص الحرص الكامل، إن لم ننجحوش 100% ولكن سنحرص الحرص الكامل بأنه يمشي في اتجاه الترشيد الكامل في مصالح الناس.